اول اخبارنا هنبدا مع فريق كره اليد. فريق كره اليد في النادي الاهلي بيفوز على نادي 6 اكتوبر ونادي المعادي بنتيجه على 6 اكتوبر بنتيجه 29-25 وعلى نادي المعادي بنتيجه 29-21. كان نادي الاهلي فاز على نادي 6 اكتوبر في نادي 6 اكتوبر والمباراه الاخرى مع نادي المعادي على صاله الامير عبد الله الفيصل تاني يوم على طول يوم الجمعه اللي فاتت. لكن كان حاجه مهمه جدا، كان نادي المعادي قدر يكسب نادي سبورتنج وصيف بطل افريقيا في اليوم اللي قبليه على طول، فكانت المباراه واخده طابع مختلف او شكل مختلف، لان اكيد الفرق اللي لسه طالعه للدوري الممتاز اكيد فريق المعادي فريق محترم، لكن اكيد عندهم مدير فني محترم كابتن مجدي ابو المجد. في نفس الوقت الفريق كان لازم يعمل له يعني الف حساب، لان ماتشات الدوري لازم كل الفرق تقدر تكسبها عشان تقدر تعدي. نادي الاهلي دلوقتي في المركز الثالث بفارق الاهداف عن نادي طليع الجيش اللي في المركز الثاني، وفارق نقطتين عن نادي الزمالك اللي بيحتل قمه الترتيب في جدول الدوري. الاهلي الماتش اللي جاي عنده مباراه صعبه جدا في اسكندريه مع نادي الاولمبي. دوري اليد السنه دي دوري صعب جدا، يعني كل الفرق دعمت، كل الفرق دعمت، وفي كمان كل الفرق جابت محترفين، فالدوري صعب. جمهور النادي الاهلي بالذات بيتكلم على فريق كره اليد دايما، عايز الفرقه، بيدعم الفرقه، على السوشيال ميديا بيتكلم عليها كويس. كان في طبعا بعض الكلام السلبي، لكن في الاخر كل الناس دلوقتي بتدعم فرق النادي الاهلي علشان تقدر في المرحلة اللي جاية بإذن الله يقدروا يعدوا، لأن بطولة الهاندبول دوري صعب جدا، وإن شاء الله رجالة كرة اليد يكونوا في الميعاد ويكونوا فعلا يقدروا يفرحوا جماهير النادي الأهلي بالبطولات المختلفة السنة دي بإذن الله بقيادة أولا لاند جرين المدير الفني السويدي، اللي خلاص الفرقة اكتملت العناصر بتاعتها، قدر يحفظ الفرقة بعض الجمل التكتيكية المهمة، فشكل الفرق اختلف معاه دفاعيا وهجوميا، فنقدر نقول عليه ان هو قدر يعني يحفظ الفريق الجمل اللي هو عايزها. فان شاء الله كمان كل ما الفتره بتطول معاه كل ما الامور بتبقى احسن واحسن مع لاعبي كره اليد. هنخلينا مع كره اليد واصابه يوسف معرف المحترف التونسي في صفوف فريق كره اليد بالنادي الاهلي. يوسف معرف اتصاب في التواء في الكاحل، التواء يعني كان اصابه قويه جدا. الفريق الطبي او الجهاز الطبي في النادي الاهلي قال ان هو لازم يتثبت بيه في واقي صلب، ده اللي هو اكنه بيقفل الانكل تماما علشان يقدر يثبت مكان الاصابه، وفي نفس الوقت يثبت شويه وكمان يخرج لتدريبات علاجيه. عشان كده اولا لاند جرين المدير الفني السويدي عمل اجتماع مع الجهاز الطبي عشان يطمن على يوسف معرف ويعرف الحاله شكلها ازاي، ويحط البرنامج اللي جاي مع الجهاز الطبي ليوسف معرف عشان يخش في اطار المباريات الرسميه في الوقت القريب العاجل باذن الله. هنسيب كره اليد رجال وهنروح لكره اليد سيدات، وهم نجمات الذهب. نجمات الذهب عندنا بيفوزوا على نادي الجزيره، بيتخطوا نادي الجزيره وبيفوزوا عليهم بنتيجه 25-14. مباراه اقيم المباراه دي في اطار المجموعه الاولى، الماتش اتلعب يوم السبت في دوري عمومي سيدات اليد. الاهلي فاز في كل ماتشاته على تشامبيونز الرحاب والسانتا وهوليدو والزهور، والاهلي يلعب الماتش الجاي ان شاء الله على صاله الامير عبد الله الفيصل يوم السبت اللي جاي باذن الله، نتمنى له التوفيق باذن الله في مباراته القادمه. هنسيب فريق كرة اليد سيدات او هنسيب كرة اليد بصفة